مرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها مع حضراتكم أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشرفنا النهاردة الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور بشير عبد الفتاح. صباح الفل دكتور بشير، وكل سنة وحضرتك طيب. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهاردة. صباح الخير يا أستاذة هند على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وأنا أكثر سعادة لوجودي مع حضرتك وعلى المشاهدين. أشكرك دكتور بشير، واسمح لي نبتدي مع حضرتك بالحدث الأجمل وحفل الختام الأروع لمنتدى شباب العالم، حيث نستهل جولتنا مع حضراتكم بمتابعة الختام الناجح للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات والتكليفات للحكومة والجهات المعنية في الدولة لتنفيذها بشأن شباب العالم. وجاء نص القرارات والتكليفات كالتالي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، وتكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادراتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وتكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ 27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد أفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمية. وأيضا تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية، وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، وتكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار، على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية، وأخيرا تكليف رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا. دكتور بشير، يعني قرارات وتوصيات هامة، وإحنا في كل نسخة في النسخ الثلاثة السابقة كنا دايما عينينا على توصيات المنتدى في الحفل الختامي، لأن بتكون توصيات مهمة وليها وزن وقيمة وبما يتناسب مش بس بقى مع الشأن المحلي أو الشأن الإقليمي لكن مع الشأن العالمي. حياتك إزاي شفت وتابعت هذه القرارات الهامة؟ خليني في البداية أستاذة هند أشير إلى عبقرية منتدى الشباب. يعني التوقيت، العالم بات افتراضيا في جائحة كورونا، بمعنى انه حتى اجتماعات الامم المتحدة، حتى اجتماعات بالضبط، يعني حتى اهم الاجتماعات في العالم، الجي 7 الدول الصناعية السبعة الكبرى، الناتو، كل الفعاليات الدولية المهمة كانت تعقد افتراضيا زي ما حضرتك قلتي عبر الفيديو كونفرنس. مظبوط. الفعالية الوحيدة اللي بتضم 196 دولة اللي هم عدد اعضاء الامم المتحدة، أكثر من 18 ألف شاب حول العالم جميعهم حضر وجها لوجه، تفاعل وجها لوجه في مدينة السلام في شرم الشيخ. وبالتالي مصر حققت ما يسمى بالاختراق أو البريك ثرو أو التحدي للجائحة. شباب العالم تحدى الجائحة في مصر من خلال هذه الفعالية الناجحة عبر إجراءات احترازية دقيقة للغاية ومتطورة للغاية، ونجحت الفعالية نجاحا مبهرا بشهادة القاصي والداني. فهذه أبرز رسالة: مصر تتحدى الجائحة، شباب العالم من خلال مصر يتحدى كل الأوبئة وكل المعوقات التي تحول دون التواصل والتفاعل الحضاري. هذه رسالة مهمة للغاية. التوصيات اللي خرجت من السيد الرئيس، هذا يعكس الترجمة الفعلية والعملية للنقاش الذي دار خلال المنتدى، وهذا أيضا رسالة من المنتدى، بمعنى أنه ليست مجرد فعالية يلتقي فيها الشباب يتحدثون يتحاورون يتفاعلون ثم ينتهي الأمر، وإنما هناك ما بعد هذه التفاعلات، وهو تحويل التوصيات
وما تم التوصل إليه إلى سياسات وقرارات ومبادرات حقيقية تفيد شباب مصر والعالم في قادم الأيام. وهذا ما حرص عليه السيد الرئيس باتخاذ هذه القرارات المهمة للغاية التي تحدث شيء من التواصل، بمعنى أنه لم يكن ملتقى للحوار ثم انتهى وانفض، وإنما ترجم إلى سياسات، ترجم إلى أفعال، ترجم إلى مبادرات تعود بالنفع على العالم أجمع في قضايا المناخ والبيئة وكافة القضايا التي يهتم بها العالم أجمع. لذلك الرئيس أراد أن يوصل رسالة للعالم بأننا لا نتناقش ولا نتحدث فقط، وإنما نتخذ قرارات وإجراءات مهمة للغاية، بحيث يرسخ منتدى شباب العالم لسياسات دولية تخدم القضايا ويعني الشواغل التي يهتم بها المواطن حول العالم. مظبوط، ويكون في زي ما حضرتك بتقول دكتور بشير تواصل مستمر، يعني ما يكونش بس التواصل يعني مقتصر بالضبط مقتصر على مدة المنتدى، لكن طوال العام، وأكيد ده طبعا هيسفر بنتائج إيجابية جدا على كل المشاركين. وكده المنتدى يا أستاذة هند منتدى منتج، بمعنى أنه ماذا تمخض عن هذا المنتدى؟ التقى الشباب وتحوروا، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أنه أفرخ سياسات ومبادرات مهمة للغاية تتصدى لكل القضايا التي تواجه الإنسانية في الوقت الراهن. يعني خرجت هذه المبادرات من أجل التوصل إلى يعني سياسات، من أجل التوصل إلى إجراءات أو ميكانيزمز أو آليات يمكن من خلالها تقديم حلول للمشاكل التي يعاني منها العالم على كافة الأصعدة. مظبوط دكتور بشير، واسمح لي يعني ننتقل إلى خبر آخر له علاقة أيضا بمنتدى شباب العالم، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة، مشددا على إيمانه بحرية التعبير، وهو ما بدأ طوال السنوات الماضية، حيث حرص على أن يكون حجم التواصل مع المصريين ضخم وأن يجري ذلك بمنتهى الشفافية. وقال الرئيس السيسي خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب أمس الخميس على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة جيدة جدا في النقاش، حيث تناولت الموضوعات التي تمس العالم، مشيرا إلى أنه أصبح فرصة لتبادل الرؤى واستعراض الآراء المختلفة. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على الاستماع إلى الآراء الأخرى المختلفة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد له الكلمة العليا في أي موضوع، وذلك إذا كنا بنؤمن بحوار حقيقي ولدينا رقي فكر حقيقي. ونبه الرئيس السيسي إلى خطورة أن يفرض أحد تصوره ورؤيته على أي دولة، وهو منهج تريده الجماعات الدينية المتطرفة. وقال الرئيس السيسي أنه بالنسبة للأوضاع في الدول العربية، فإن فترة 10 سنوات ماضية لم تكن قليلة للحكم على أن التغيير الذي حدث بالمنطقة كان للأفضل، مؤكدا ضرورة أن يأخذ التطور تدرجا طبيعيا ووفق وقت مناسب. وشدد الرئيس السيسي على إيمانه بحرية التعبير، وقال إنه خلال السنوات الماضية حريصا على أن يكون حجم التواصل مع المصريين ضخم، وفي كل مناسبة يتناول جميع الموضوعات بمنتهى الشفافية. كان لقاء يعني من أروع اللقاءات، لأن ما كانش دكتور بشير يعني ما شفناهوش لقاء مسؤول يتحدث بشكل معين، ولكن كان في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتحدث بصدر رحب جدا، بيستمع لكل الآراء، كان بيشرح بشكل تفصيلي دقيق، ما كانتش إجابات مقتضبة، لكن كانت إجابات يعني كان فيها شيء من التفصيلية وشرح للواقع المصري ماذا كان وماذا يحدث على أرض الواقع الآن. كيف تابعت هذه الجلسة الهامة؟ يعني من أبرز عبقريات منتدى الشباب إن أنا بعتبره منصة موازية للأمم المتحدة. الأمم المتحدة بتلتقي فيها حكومات العالم أو رؤساء العالم أو ممثليهم، لكن ما عندناش منصة دولية عالمية يلتقي فيها الشباب يعني يتحاورون بهذه الحرية ويطرحون قضاياهم. أنا بعتبر منتدى الشباب المنصة الدولية الموازية للأمم المتحدة، لأنها بتتيح لفئات غير رسمية اللي هم الشباب طرح القضايا والملفات المختلفة. في هذه الجلسة اللي أنا بعتبرها أهم الجلسات على الإطلاق وأنا تابعتها بدقة شديدة جدا، يعني كانت الرسائل مهمة للداخل والخارج. الرئيس السيسي في البداية لما مديرة الجلسة طلبت منه أن يتحدث في البداية قال حديث مقترب، لكن وجه رسائل في غاية الأهمية. أبرز ما لفت نظري الثقة المطلقة
الرئيس كان يتحدث بثقة مطلقة، ليس لديه ما يخفيه، ليس لديه ما يخشاه، حتى في الملفات اللي بنسميها الرمادية أو الحساسة، حقوق الإنسان، الديمقراطية، كل هذه الملفات التي تقال. الرئيس كان واضح جدا، يعني أراد أن يقول للعالم احترموا خصوصية الحالة المصرية. وأجمل ما لفت انتباهي فكرة لن تخافوا على شعبنا أكثر منا ولن تحبوا مواطنينا أكثر منا. يعني من يتحدث عن حقوق الإنسان، من يتحدث عن الديمقراطية، من يتحدث عن هذه الأمور يفترض أنه أحرص على المصريين من يحكم مصر، وقال هذا بلدي وهذا شعبي وأنا أحرص عليه من أي طرف في الخارج، وأنا أيضا أعلم به من أي طرف. يعني أهل مكة أدرى بشعابها، نحن نتوخى الديمقراطية، نريد حقوق الإنسان، نريد التنمية، ولكن نحن أعلم بخصوصية الحالة المصرية. وهذا رد منطقي للغاية، وأعتقد أنه بعث برسالة بليغة ليس لمن وجه السؤال أو لمن يحضر في القاعة، وإنما لمن يحاول أن يستغل هذا الملف للتدخل أو للابتزاز. لأنه مشكلتنا مع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان، يعني نحن مؤمنون بضرورة وأهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونحن نطالب ونضغط في هذا الاتجاه، والرئيس لديه وعي، والقيادة هي الأخرى مقتنعة بهذا الأمر، لكن المشكلة في الكيفية وفي التوقيت وفي الطريقة. في الخارج للأسف الشديد هناك من يستغل هذه القضايا استغلالا سياسيا، بنسميه تسييس قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن دول قد لا تكون مقتنعة بهذا الأمر ولا تريد أصلا تطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنها تستغل هذا الملف للضغط، للابتزاز، للتدخل. والحقيقة أن هذه السياسة لم تعد مجدية، يعني في الصين، في أوروبا الشرقية، في آسيا، في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، العالم وعى هذا الأمر وبات يتصدى لهذه المحاولات. والحقيقة من أبرز قادة العالم الذين تصدوا لهذا الأمر الرئيس السيسي، ثم الرئيس الصيني، والرئيس الروسي أيضا. فكرة نحن نرفض تدخلات واستغلال هذه الملفات وتسييسها، نحن نمضي على هذا الدرب وفقا لخصوصية الحالة المصرية، التدرج، البدء بإقرار الأمن، ثم التنمية الاقتصادية، ثم التحول الديمقراطي. كل هذه الأمور يعني استراتيجية مصرية واضحة. كان الرئيس واثقا، كان الرئيس صارما وحاسما في توجيه هذه الرسائل. أيضا احترام فكرة حرية التعبير، يعني حتى الرئيس، يعني الخطاب كان واضحا، وده له دلالات، لأنه خطاب الرؤساء يتم تحليله تحليل مضمون، ويتم الوقوف عند كل عبارة وكل دلالة. من يريد أن يعرف موقف الدولة المصرية من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير عليه أن يقوم بتحليل مضمون لخطاب الرئيس السيسي. الرجل أكد احترامه لحرية التعبير، للاختلاف في الرأي، ولكن أن يكون بشكل وطني، بشكل سلمي، على قاعدة وطنية. أيضا فكرة رفض الوصاية، يعني رفض الوصاية سواء من الخارج أو من الداخل أو من أي فصيل، من يظن أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ويريد للآخرين أن يتبعوه بدون وعي، الكلمة العليا. بالضبط، هو مخطئ تماما في هذا الأمر. وبالتالي كان الرئيس يعني لدرجة أنه اختار هذه الرسائل بعناية فائقة، ولم يكن يقرأ من أي شيء، وكأنه ابتكر هذه الأفكار وأراد توصيلها للعالم، وهذا أمر مهم للغاية. أيضا فكرة انفتاح الحوار، أنه أي حد كان بيسأل أي سؤال وبلا تحفظ ولم يكن هناك ترتيب مسبق، بدليل السؤال الرجل الفرنسي أو اللي بيعمل لوكالة فرنسية وسألوا عن مسألة حقوق الإنسان والحريات، والرئيس جاوب بكل ثقة وثبات، وشأن السوداني وغيرها. بالضبط، من الموضوع رؤية مصر كانت واضحة فيما يخص سد إثيوبيا، فيما يخص الملف السوداني، سياسة مصر الخارجية. يعني الرسالة التي أبهرتني الثقة المطلقة والثبات والإيمان بكل ما يتم. يعني نحن مقتنعون بما نفعله، ولسنا في حاجة إلى وصايا من أحد، وليس لدينا ما نخفيه، ولا نخشى أحدا إلا الله. وبالتالي كانت يعني حالة من الثقة المبهرة التي يفخر بها كل مصر. أكيد يا دكتور بشير، وفعلا كانت الثقة المطلقة هي العنوان الأساسي لهذا اللقاء الهام. طيب، من هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحادث أشمون المأساوي الذي أسفر عن مسرع 8 أشخاص بمنشأة القناطر بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. وجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين وتوفير جميع احتياجاتهم، كما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص لأهالي المنطقة للتسهيل على المواطنين ومنع تكرار مثل تلك الحوادث، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت في قيام صندوق تحيا مصر بصرف إعانة عاجلة
للمتوفي بقيمة 20,000 جنيه، وقيام وزارة التنمية المحلية بتخصيص مبلغ 500,000 جنيه لمحافظة المنوفية لدعم أسر المتوفين بعد إجراء البحث الاجتماعي وجاري صرف المبلغ وتسليمه لأسر المتوفين خلال 48 ساعة. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال عدة فرق من المتابعة الميدانية إلى أسر المتوفين لدراسة كل حالة بشكل منفصل وتحديد الدعم المناسب وفقا لاحتياجات كل أسرة. بالتأكيد في البداية طبعا بنتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، ونتمنى ربنا يلهمهم الصبر والسلوان وعدم تكرار مثل تلك الحوادث. بس خليني أخد حضرتك دكتور بشير لنهج بتنتهجه الدولة المصرية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني على رأس أولوياته المواطن المصري، عشان كده لما كان بتحصل ممكن حوادث قبل كده زمان في السابق ما كناش بنشوف تدخل من الرئيس بشكل قوي وصارم بهذا الشكل. حضرتك إزاي بتشوف منهج تعامل الحكومة المصرية والقيادة السياسية مع مثل تلك الأزمات والحوادث؟ الحقيقة نقطتين مهمتين، أولاهما المواجهة، إن الرئيس بيواجه، يعني لا يتبع مبدأ النعامة التي تدفن نفسها في الرمال، وإن كنا نتجنى على النعامة في هذا السلوك، لكن جرت العادة أن احنا نستشهد بهذا الأمر، أنه غيره من المسؤولين في بلاد أخرى أو حتى في بلادنا في مراحل زمنية سابقة أنه يتجاهل. الرجل عنده عذره، منشغل بمنتدى الشباب معاه ناس من 196 دولة حول العالم، عاوز يوصل رسائل مهمة للغاية، منشغل بقضايا السياسة الخارجية اللي لازم يتابعها كل لحظة. يعني مش معنى انه الرئيس في منتدى الشباب انه مهتم باللي يجري في شرم الشيخ، وانما السودان، اثيوبيا، اللقاءات ما بين روسيا والولايات المتحدة والنيتو، اللي بيحصل في اوكرانيا، اللي بيحصل في تايوان، اللي بيحصل في دول الخليج. يعني لازم لحظة بلحظة يكون متابع اللي بيحصل في العالم. ومع ذلك حادث في قرية في إحدى محافظات الدلتا، يجب أن الرئيس يكون متابع وياخد موقف حازم. المواجهة ده شعار رائع للغاية وسلوك يحمد عليه رئيس الجمهورية، لأنه فيما مضى قلنا كان فيه التجاهل، كنا قلنا غض الطرف، فكرة أنه ما تسلطش الضوء على الأزمات علشان ما حدش يستغلها. لا، في أزمة وفي خطأ وهنواجهه، وفي كارثة هنعترف بيها وهنواجهها. ففكرة المواجهة والاعتراف بالأخطاء والسعي لإصلاح هذه الأخطاء ده منهج العقلاء، منهج الراشدين، انك تضع يدك على المشكله وتعترف بيها وتسعى لمواجهتها، مش انك تغض الطرف عندها وتتركها حتى تتفاقم وتتزايد. ففكره المواجهه دي اول رساله مهمه. الرساله الثانيه المهمه للغايه فكره الحزم، يعني انه الرئيس لابد من اتخاذ اجراءات، لابد من محاسبه المسؤولين عن هذا الامر، لابد من الحيلوله دون تكرار هذه الحادثة. ده اللي ممكن يخلينا نيجي يوم من الأيام ونرى هذه الأحداث من الماضي، لأنه اللي بيكرر الأحداث دايما أن يكون في رخاوة في التعامل مع المسؤولية، أنه رخاوة في إجراءات المواجهة والمقاومة. يعني نشوف أسباب اللي حصل، إذا كان في خطأ في المعديات أنه ما يكونش في معديات من الأصل، يكون في كباري، يكون في وسائل حديثة لضمان أمن الناس وتسهيل الحركة. كل هذه الإجراءات لابد من اتخاذها. وفكرة المتابعة، ان يكون في متابعه، مش بس ان انا اصدر الاوامر بالظبط والناس وتتناقلوا وسائل الاعلام والمسؤول المباشر اللي موجود في المحافظه يقول تمام يا فندم، عد يوم 2-3 نسينا الحادث ولا يحدث شيء، فيتكرر مره اخرى. ففكره اصدار الاوامر والتوجيهات ومتابعه تنفيذ هذه التوجيهات هو امر مهم. احنا كنا لسه بنتكلم عن مخرجات منتدى الشباب، وقلنا في توصيات بقرارات ومتابعه لتنفيذ هذه القرارات. وبالتالي مساله المواجهه، مساله المتابعه، مساله الحسم، كل هذه أمور وصفات مميزة للقيادة السياسية، وهذا ما يميز قيادة عن أخرى. أكيد دكتور بشير. وبمناسبة المتابعة المستمرة، إحنا لدينا مشروع مهم جدا وهو تطوير كرة الريف المصري. خلينا ننتقل مع حضرتك للخبر الآخر، حيث كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أنه سيجرى إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير كرة الريف المصري ومبادرة حياة كريمة منتصف العام الحالي 2022، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مواطن استثمارات تقارب ب 50 مليار دولار أمريكي خلال 3 سنوات. وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر لديها تجربة تنموية متميزة ورائدة في مواجهة الفقر، تعتمد على التعامل مع مفهوم الفقر متعدد الأبعاد الذي لا يقتصر على الفقر المادي فحسب، وإنما يمتد أيضا إلى الحرمان من خدمات التعليم والصحة ونقص خدمات البنية الأساسية من مرافق وصرف صحي ومياه وسكن لائق. وأشارت إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في قرى المرحلة التمهيدية لحياة كريمة، مثل تراجع معدل الفقر
مصر من 14% ل 10%، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية من 30 قبل المبادرة إلى 63% بنهاية عام 2021-2022، إضافة إلى زيادة أعداد الأطفال المقيدين في التعليم وفي نسب الانتقال إلى مراحل التعليم الأعلى، ورفع نسب وصول خدمات الصرف الصحي بنحو 66%. طبعا مبادرة حياة كريمة يعني لو تحدثنا عنها دكتور بشير يعني مش هيكفينا حلقات وحلقات، حتى ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احدى الجلسات الهامة لمواجهة الفقر والتجارب التنموية في منتدى شباب العالم وصفها بانها النموذج المصري الملهم، مبادرة حياة كريمة. النهاردة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية بتتحدث عن المرحلة اللي بعد كده في النص التالي من 2022، كيف تقيم اداء المبادرة حتى هذه اللحظة دكتور بشير؟ الحال دكتورة هالة السعيد من الشخصيات الرائعة، أنا أعرفها شخصيا وهي أستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي أشرف بالتخرج منها. طبعا هي مش مدرسة ليش، لكن تعاملت معاها واشتغلت معاها وهي حد رائع للغاية، وشغلها باين في هذا الإطار، والتنسيق مع القيادة السياسية والسيد رئيس الجمهورية أتى بثمار هائلة. للمواطن البسيط يا أستاذة هند، فكرة حياة كريمة الهدف منها إيه؟ إنه السيد رئيس الجمهورية يعلم إن مصر متأخرة في أمور كثيرة جدا جدا، فانطلق بسرعة الصاروخ، يعني حتى الناس يعني مرتبكة من هذه السرعة، إنه بيشتغل في كل الاتجاهات وبسرعة هائلة بالضبط. والناس كانت متعودة على الإيقاع البطيء، علشان كده دايما أنا بقول للشعب المصري في حالة فطام، فطام من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة الخمول، مرحلة الإنجازات المحدودة والبطيئة إلى الإنجازات الصاروخية، وفي نفس الوقت مشاركة المواطن في التنمية. بمعنى إيه؟ إن المواطن بيساهم في هذه التنمية، والرئيس أشاد بدور الشعب في هذا الموضوع وقال الشعب تحمل الكلفة الهائلة لهذه التنمية وبيشارك بدرجة أو بأخرى. طيب هذه المشاركة تتطلب إجراء تعويضي، بمعنى إيه؟ أنا بضطر أرفع أسعار، بضطر أعيد هيكلة الدعم مرة أخرى، طب بقدم خدمات للمواطن في شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إيه؟ إن أنا بقلل تأثير كلفة الإصلاح. أي إصلاح له كلفة هائلة تتعلق بالأسعار، تتعلق بازدياد وتيرة الضغوط على المواطن، بنحاول نخفف الضغوط دي بوسائل وآليات عديدة من بينها حياة كريمة. حياة كريمة إن أنا بحاول أساعد المواطن اللي ظروفه متعثرة على إنه يتجاوز هذه العثرات، من خلال أقدر أوفر فرص عمل، أقدر أساعد إن أنا أحدث له منزله، أقدر لو في مرافق مش واصلة لبعض القرى وبعض المناطق النائية أوصلها، بقدر أوفر سبل الحياة الكريمة للمواطن على المستوى الصحي، على مستوى السكن، على مستوى البنية التحتية. كل هذه المشاريع الهدف منها تحسين حياة المواطن من ناحية، ومن ناحية تانية تخفيف آثار إجراءات الإصلاح المتسارعة اللي الرئيس بيعملها عشان يعوض تأخر مصر لسنوات طويلة. الحقيقة هناك تنسيق وتناغم ما بين أجهزة الدولة المختلفة وبين القيادة السياسية في هذا المجال، وثمار حياة كريمة بنشوفها كل يوم. ويمكن الرئيس تحدث عن فكرة الوعي، ان المواطن يبقى عارف ان الدولة مش ضدك في كل الاجراءات اللي بتتعمل، انك لما تجد ارتفاع في بعض الاسعار بعض الوقت او انك تجد ضغوط اقتصادية عليك، اهم حاجة المردود والعائد. صحيح دي تكلفة على المواطن، لكن ده شيء لا مفر منه ولا بد منه، والحكومة بتسعى لتخفيف هذه الضغوط بطرق مختلفة، من بينها حياة كريمة اللي الدولة بتضخ فيها المليارات من اجل النهوض باوضاع المواطن، مش بس في القاهرة الكبرى او في المدن الكبرى، وانما في الصعيد، في المناطق النائية، في الأرياف، في كل مناطق مصر الآن التنمية شاملة، ولا تتجاهل نقاط بعينها أو مناطق بعينها أو مجالات بعينها، وإنما من أبرع مظاهر الجهود التنموية التي تتم الآن الشمول، بمعنى أنها لا تهمل يعني جانب منطقة معينة ولا تهمل أيضا جانب معين، فدايما النظرة الشمولية تعكس مدى وعي القائمين على عملية التنمية. تأكيدا لكلام حياتك دكتور بشير، حتى أن التوعية الرقمية أيضا مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، يعني مش بس سكن لائق، ومش بس صرف صحي، ومش بس تعليم، ومش بس تبطين الترع، مش بس الحاجات اللي هي الأساسيات، لا احنا كمان بنتكلم على توعية رقمية وكورسات بيتم تدريسها. حضرتك أنت أشرت لنقطة مهمة لغاية، فكرة الرقمنة، أنه رقمنة الدولة المصرية، أن دول كتير سبقتنا في الموضوع ده بدون رقمنة، عشان المواطن يبقى لا يفتكر ان دي رفاهية فيقولك ايه الرقمنة ده، احنا مش محتاجين ده دلوقتي. لا، الرقمنة زي رغيف العيش بالظبط. انت عاوز تخلي الدولة المصرية مميكنة، بمعنى انك بكبسة زر زي ما بيقولوا تعرف عدد سكانك، عدد المهاجرين برا، عدد المواليد، عدد الخريجين من الجامعات، عدد السيدات الى الاعداد الرجال، كل هذه الامور البيانات، ان مصر تبقى مجموعة بيانات واضحة قدامك، دي حاجة. الحاجة التانية المعاملات، انك مش مضطر تروح بنفسك لجهة معينة
عشان تستصدر ورقه او مستخرج معين تقدر تعمله وانت قاعد في البيت. ده بيساعد في ايه؟ اولا تسهيل الاجراءات، تقليل التكلفه، فكره محاربه الفساد والرشا، لانه انك لما تتعامل بالظبط احيانا في عنصر بشري بيبقى ضعيف الضمير، ضعيف الايمان، ضعيف الاخلاق، فيضطر ان هو يبتز المواطن في مساله الرشوه او اشياء من هذا القبيل. لن تضطر الى ذلك لانك بتتعامل بشكل مميكن وبشكل رقمي، فكل شيء واضح، التكلفه واضحه، ما انتش مضطر ان انت لا تتعطل ولا تدفع رشوه واشياء من هذا القبيل. ايضا ده بيدي ثقه للمستثمر في الداخل والخارج، لما تكون الدوله مميكنه مرقمنه ده بيؤدي الى جذب الاستثمارات الخارجيه، بينشط حركه السياحه، بيرفع الثقه في الاقتصاد المصري وتصنيف الاقتصاد المصري عالميا، بيسهل كافه الاجراءات في الداخل والخارج. فالرقمنه ليست رفاهيه، الرقمنه اصبحت ضروره في عصر تكنولوجيا المعلومات وثوره الاتصالات. اكيد يا دكتور بشير، واحنا الحمد لله يعني بنخطو بخطى ثابته في التحول الرقمي بشكل كامل. طيب ما نقدرش حضرتك تكون موجود معانا وما نروحش ليه الشان الدولي، حضرتك متخصص فيه، فنروح ليه الشان العالمي، حيث حذر وزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن من انه لم تتبقى سوى بضعه اسابيع لانقاذ الاتفاق النووي الايراني، مؤكدا ان بلاده مستعده للجوء الى خيارات اخرى اذا فشلت المفاوضات الجاريه في فيينا لاعاده احياء هذا الاتفاق. وقال بلينكن في مقابله مع اذاعه ام بي ار الامريكيه العامه: اعتقد ان امامنا بضعه اسابيع لنرى ما اذا كان بامكاننا العوده للامتثال المتبادل ببنود الاتفاقيه التي انسحبت منها بلاده في 2018 وتحررت من مفاعليها بعد ذلك تدريجيا طهران. وحذر الوزير الامريكي من الوصول الى هذا الاتفاق هي أسابيع فقط وليس شهور، وأضاف: الوقت ينفذ منا فعلا، لأن إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج خلال فترة زمنية قصيرة جدا ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي. وحذر بلينكن أيضا من أن الإيرانيين يحرزون إنجازات كبيرة في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعبا أكثر فأكثر، لأنهم يتعلمون أشياء ويقومون بأشياء جديدة بعدما كسروا القيود المنصوص عليها في الاتفاق الذي أبرم في 2015 وفرض قيودا على الأنشطة الذرية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. عاد من جديد الملف النووي الإيراني، هو طبعا موضوع يعني قديم جديد ولكن بتزداد وترته مع الأحداث. فحضرتك شايف يعني هذا التصريح من وزير الخارجية الأمريكي في هذا التوقيت ومدى استجابة إيران لهذه التصريحات؟ كالعادة يا أستاذة هند، خلينا نوضح للمشاهد الكريم كده الأمور ببساطة شديدة جدا. مزبوط. إيران دولة عندها سلاح نووي؟ ما عندها سلاح نووي. إيران بتسعى لإنتاج السلاح النووي، هكذا يرى المجتمع الدولي. دي نمرة واحد. بس إيران عندها برنامج نووي. طب إيه البرنامج النووي؟ أنتوا بتخلطوا لنا يعني إيه نووي مسموح ونووي مش مسموح؟ إن البرامج النووية نوعين، برنامج نووي مدني سلمي، وده من حق أي دولة في العالم، والوكالة الدولية هتدعمك وتساعدك في ده تكنولوجيا، وتطلع منه طاقة، تطلع منه كهرباء تستخدمه في الطب، تستخدمه في أي استخدامات مدنية سلمية. طيب البرنامج الثاني برنامج نووي عسكري، بيستخدم في صناعة القنبلة النووية، إنه سواء بالانشطار الذري أو بالدمج الذري تقدر تطلع قنبلة نووية فائقة التفجير. الخوف انه البرنامج النووي السلمي المدني بتاع ايران يتحول الى برنامج عسكري. لماذا؟ لانه ايران وصلت بالتخصيب من 3.5% وفقا للاتفاق النووي 2015 الى 20% ثم الى 60%. امتى البرنامج النووي يتحول من مدني الى سلمي؟ لو وصل ل 90% نسبه تخصيب اليورانيوم. هو تخصيب اليورانيوم ده من خلال اجهزه الطرد المركزي في مفاعلات نوويه بيؤدي الى انتاج الوقود النووي اللي بيؤدي الى انتاج القنبله النوويه. معادلات كيميائيه توصل في النهايه لكده. طيب امتى ايران تقدر تنتج قنبله نوويه؟ لو وصلت من 60 اللي بتخصب باليورانيوم دلوقتي ل 90%. طيب ده مدته قد ايه؟ شهر فقط. يعني ايران تقدر ترفع تخصيب اليورانيوم من 60% الى 90% اللي ينتج السلاح النووي في شهر واحد. علشان كده بلينكن بيقول ان الوقت ازف والوقت ضيق. الناس تسال طب ايه الوقت ضيق؟ ما انت بقالك سنين بتتفاوض، لانه الشهر اللي جاي ده حاسم. لو ما قدرناش نوصل لاتفاق يحجم ايران ويضمن الاشراف، هو الاتفاق وظيفته ايه يا جماعه؟ عاوز الوكاله الدوليه للطاقه الذريه والمجتمع الدولي تدخل. يدخل يفتش عند ايران، انت بتعمل ايه؟ انا بشتغل سلمي، طب وريني. فيدخل يتاكد ان ايران البرنامج النووي بتاعها برنامج ايه؟ سلمي مدني وليس عسكري. طب لو ايران وصلت لتخصيب 90% تقدر انها تنتج في خلال اسابيع او اشهر معدودات القنبله النوويه، وساعتها الاتفاق مش هيبقى مفيد، لان اوريدي انت صنعت السلاح النووي فخلاص اصبحت تمتلكه، بقيت زي كوريا الشماليه وتسع دول عندها هذا الامر. طب فكره الخيارات الاخرى، البعض ممكن يسال يقول طيب يعني ايه خيارات اخرى؟ يعني لو خلال اسابيع قليله او شهر
المجتمع الدولي ما توصلش لاتفاق جديد مع ايران. بالمناسبه الاتفاق هو اتفاق 2015، هو يعني المجتمع الدولي مش عاوز يعمل اتفاق جديد، ايران رافضه. هو بيقول احنا هنرجع للاتفاق 2015 اللي خرج منه الرئيس ترامب في 2018، وامريكا عايزه ترجع مره تانية، لانه اتفاق جديد هيدخل بنود جديده زي الصواريخ الايرانيه والدرونز، الطائرات بدون طيار، وتدخل ايران في دول الجوار. ايران بتقول هرجع للاتفاق اللي كان موجود في 2015 الخاص بالبرنامج النووي فقط. طب لو ما تمش التوصل للعوده الى هذا الاتفاق، خيارات اخرى. يعني خيارات اخرى؟ هل امريكا هتضرب ايران؟ لا. هل اسرائيل هتضرب ايران؟ برضه لا. فرض قيود بمعنى ايه بقى؟ في عندنا في العلاقات الدوليه في الاجراءات العقابيه تدرج. اول حاجه بقى في عقوبات سياسيه دبلوماسيه قطيعه، عدم منح تاشيرات للدبلوماسيين الايرانيين ما يدخلوش الولايات المتحده الامريكيه. بعد كده نعمل عقوبات اقتصاديه، عقوبات اقتصاديه على المسؤولين الايرانيين. بعد كده عقوبات على الدوله الايرانيه، تبدا انها ما تصدرش بترول، تبدا ما تستوردش الاستثمارات، ما تدخلش ايران. بعد كده حاجه اصعب، نظام سويفت. نظام سويفت اللي هو التحويلات الماليه، يعني ايران يبقى ليها فلوس مثلا في فنزويلا مش عارفه تنقلها لايران، ليها فلوس في كوريا مش عارفه تجيبها، عايزه تنقل فلوس من ايران تشتري بيها طيارات مدنيه، تشتري بيها اجهزه طبيه، ما ينفعش. مفيش دولار واحد هيتنقل من ايران لدوله تانية او العكس. او ايران تقدر تعمل معاملات ماليه مع اي دوله، تصدر، تستورد، تبيع، تشتري، كل دي قيود على ايران. وبالمناسبه الاجراءات دي صعبه ومعقده للغايه. ففي تدرج في العقوبات والاجراءات العقابيه ضد ايران لا يجب ان تصل بالضروره الى الاستخدام العسكري او الاله العسكريه. طب ليه الخيار العسكري صعب؟ مش صعب لانه امريكا ما تقدرش او ان اسرائيل ما تقدرش. النهارده امريكا تقدر توجه ضربه لايران للمنشات النوويه، اسرائيل بمساعده امريكا تقدر توجه ضربه للمنشات الايرانيه. بس المشكله في ايه؟ اولا مش هقدر اقضي على كل المنشات النوويه الايرانيه، لان 70% منها تحت الارض وفي الجبال، وبالتالي هدمر جزء وهيتبقى جزء، ايران ترجع تشتغل مره تانية. الامر الثاني رد الفعل الايراني، ان ايران مش هتسكت. ايران عندها صواريخ، ترسانه صواريخ هائله، عندها طيارات بدون طيار، عندها فصائل ولائيه منتشره في المنطقه في سوريا والعراق وهنا وهناك، تقدر توجه ضربات موجعه لاسرائيل وترد، تقدر تحول المنطقه الى كومه من اللهيب او من الدمار. وبالتالي الخيار العسكري هو ممكن، ولكن تكلفته عاليه للغايه ولن يقضي على البرنامج النووي الايراني، بل على العكس، ايران ستعود اكثر شراسه وتصر على انتاج السلاح النووي. لذلك الان فكره مطروح، فكره ايه؟ اتفاق مرحلي. يعني لو ما قدرناش خلال شهر اللي باقي ده ان احنا نوصل للاتفاق بتاع 2015، ممكن نعمل اتفاق مرحلي يوقف البرنامج النووي الايراني لحد ما نقعد بالتفصيل ونتكلم فيما بعد. لكن اتفاق موجود يجنبنا اللجوء الى الخيارات العقابيه الاخرى، او انه يفاجئونا ويخرجوا علينا انه تم التوصل الى اتفاق للعوده الى اتفاق 2015 مره اخرى، وتنتهي المشكله النوويه الايرانيه الى هذا الحد. بالمناسبه في نقطه مهمه جدا، انه الاجراءات العقابيه والعسكريه ضد ايران شغاله. يعني اسرائيل بتخترق الداخل الايراني، بتقتل علماء نوويين، بتقتل خبراء في مجال الصواريخ، بتتجسس على ايران، بتدمر وتخرب داخل ايران تخريب لا حدود له، وده اخر البرنامج النووي الايراني. الولايات المتحده فرضت عقوبات على إيران هي الأقصى في التاريخ، يعني الأقصى بالصاد والأقصى بالسين بالمناسبة. يعني ما فيش دولة تعرضت للعقوبات اللي إيران بتعاني منها، اللي يعني اللي إيران بتعاني منها دلوقتي. يعني المجتمع الدولي بيضغط على إيران، هناك استراتيجية الضغوط القصوى، إسرائيل صباح مساء تتدخل وتتجسس وتضرب، سواء المنشآت الموجودة في إيران أو في سوريا، الوجود العسكري الإيراني في سوريا. فكم الضغوط المزيلة على إيران هائلة، حتى إنه الشعب الإيراني الآن لا يهتم بالبرنامج النووي، ولا يهتم بالثورة، ولا يهتم بأي شيء، بيقول عاوزين نعيش، خففوا الضغوط علينا. فالمجتمع الدولي بيراهن على ان الضغوط المفروضه على ايران تستجيب ليها ايران، تجبر النخبه الايرانيه على انها تتراجع وتبدي مرونه في هذا. اذا الكره في ملعب ايران الان دكتور مشير، اذا سنرى ونتابع، يعني هذا الامر، لانه الحقيقه امر يعني دائما ما يتجدد ما بين الحين والاخر، ويا رب يسلم العالم كله ان شاء الله. يعني جمله اخيره يا استاذه هند عشان نبقى موضوعيين، انه السبب في يعني الازمه النوويه الايرانيه اسرائيل، لانه اسرائيل هي الدوله النوويه الوحيده في منطقتنا، عندها اكثر من 200 راس نووي. فده بسبب الخلاف الايراني الاسرائيلي الظاهر على الاقل. ايران بتحاول تسعى انها تعمل سلاح نووي بغرض الابتزاز والبحث عن المكانه والقوه. ليه الدوله بتسعى للسلاح النووي؟ انه بيدي مكانه لهذه الدوله، ويرتب نفوذا في الاقليم وعلى مستوى المجتمع، حتى لو مش هتستخدمها، حتى لو مش هتستخدمه، لانه غالبا استخدامه للردع، ولم يستخدم الا مره واحده سنه 1945، الولايات المتحده استخدمته ضد اليابان في هيروشيما وناجازاكي، ومنذ هذا التاريخ لم يستخدم. فالسلاح
السلاح النووي للمكانة، للردع، للتوظيف السياسي، إن الدولة توجد لنفسها مكانة في إقليمها وفي المجتمع الدولي. شكرك، شكرا جزيلا دكتور بشير على هذا التوضيح يعني بكافة التفاصيل والشرح المبسط. بشكرك شكرا جزيلا على قراءة حضرتك دائما دائما مختلفة ومفيدة. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والباحث السياسي دكتور بشير عبد الفتاح، نورتنا يا فندم. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا ولكن بعد هذا الفاصل.